أواخر القرن السادس عشر عرف الأوروبيون طريقهم إلى جنوب إفريقيا، ومع بدايات القرن السابع عشر بدأ الاحتلال الأوروبي المتنوع لجنوب إفريقيا. وخلال القرن الثامن عشر كان توسع البيض سريعا ودون ضابط. وفي عام 1909 اجتمع ممثل المستعمرات لصياغة دستور الاتحاد، وفي 31 من مايو من عام 1910 تم تكوين اتحاد جنوب إفريقيا، وأصبحت المستعمرات مقاطعات في الاتحاد الجديد، وقد حرم السود من حقوقهم المشروعة في كل المقاطعات عدا مقاطعة الكاب في الجنوب. استدعى وجود اتحاد جنوب إفريقيا وجود علم يعبر عنها، فأصبح علم الاتحاد البريطاني هو العلم الوطني لجنوب إفريقيا، كما هو الحال في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية. ووضع العلم البريطاني على خلفية حمراء مع درع اتحاد جنوب إفريقيا. وقد تم منح الإذن من البحرية البريطانية في عام 1910 لاستخدام العلم الجديد في عرض البحر. وظل العلم الإنجليزي يستخدم دون اعتراض حتى عام 1925، حين تولت أول حكومة جنوب إفريقية الحكم بعد الاتحاد، فطالبت بوجود علم قومي للدولة يختلف عن علم بريطانيا. أدت هذه المطالبات إلى اندلاع حرب أهلية لمدة 3 أعوام لاعتقاد بريطانيا بأن إدارة جنوب إفريقيا تحاول التخلص من الرموز الملكية الخاصة ببريطانيا. وفي عام 1927 تم التوصل لاتفاق في هذا الشأن، حيث تم اتخاذ علم يدل على الارتباط ببريطانيا كعلم مستقل لجنوب إفريقيا، وتم رفعه في 31 من مايو من عام 1928، ويتألف من 3 ألوان هي البرتقالي والأبيض والأزرق في أشرطة أفقية. وفي منطقة الشريط الأبيض يوجد 3 من الأعلام الصغيرة، أولها أفقيا من اليسار علم المملكة المتحدة، والثاني علم ولاية أورانج الحرة، والذي كان أحد الأعلام السابقة لجنوب إفريقيا وهو في وضع عمودي، والثالث هو علم ولاية ترانسفال إحدى المقاطعات المؤسسة لاتحاد جنوب إفريقيا. ظل حلم العلم القومي المستقل عن بريطانيا يراود حكام جنوب إفريقيا، وكان لهذا الحلم دور كبير في التخلص من الرموز البريطانية. في عام 1948 أصبح الحزب الوطني يسيطر على الحكومة في جنوب إفريقيا، وأنشأ النظام المعروف باسم الفصل العنصري، ومعناه إعادة فرز وتمييز جميع أفراد شعب جنوب إفريقيا، والفصل بين فئاتهم على أساس عنصري أو عرقي ولوني. كان اتحاد جنوب إفريقيا من أسوأ أمثلة التفرقة العنصرية البغيضة، حيث حكم 4 ملايين من البيض حوالي 29 مليون من غير البيض بمنتهى الظلم والقسوة. وفي 31 من مايو من عام 1961 أصبحت جنوب إفريقيا جمهورية بعد أن كانت اتحادا بين عدة مقاطعات، وعلى الرغم من ذلك لم يتغير العلم، وظلت حقوق السود ضائعة، مما استدعى نشوب مظاهرات الاحتجاج وأعمال المقاومة المسلحة. وفي عام 1963 ألقي القبض على العديد من الزعماء السياسيين، كان من بينهم نيلسون مانديلا أشهر سجين في العالم. وفي عام 1989 انتخب فيلين دو كليرك رئيسا للجمهورية، فأطلق سراح نيلسون مانديلا في عام 1990، ورفع الحظر عن المنظمات السياسية للسود، وألغيت قوانين الفصل العنصري خلال عامي 1991 و1992. في عام 1993 قدم مجلس التفاوض مشروع دستور جديد للبلاد، وأعلن عام 1994 موعدا لإجراء أول انتخابات غير عنصرية، وكان من الضروري وجود علم للانتخابات، فقدم فريدريك بارنويل علما جديدا مؤقتا لجنوب إفريقيا ليستخدم في انتخابات 27 من إبريل من عام 1994، التي كانت تعتبر أول انتخابات قومية شاملة نجح فيها نيلسون مانديلا، ليصبح بذلك أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا. تم اعتماد التصميم كعلم قومي للدولة، ولم تتم أي تعديلات أخرى به، ويعتبر العلم من علامات دولة جنوب إفريقيا الحديثة. كان العلم مزيجا من الألوان الأحمر والأزرق والأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي،
ليعبر عن تساوي وتمازج عناصر المجتمع الجنوب إفريقي. وفي 20 من أبريل من عام 1994 تم إصدار قانون يعلن أن لجنوب إفريقيا نشيدا وطنيا، وقام بتأليفه إينوك سونتانغا عام 1997، وقد أصبح نشيدا شعبيا يغنى في حفلات جوهانسبيرغ أثناء سنوات الفصل العنصري. لون وقطعة قماش وهواء يمرر حكاية ترفرف في سماء وطن، حكايته هي حكاية علم.